بلا صوت. ليلى ما ترديش، امشي معايا بالحب بدل ما شايلك مصاريني في حلقتك. ما ترد يا بنت ولا واكله المستعبات عشان الموز. شاوريلا شاوريلا شاورت. الراجل ده شكله يخوف، بس انا حاسه ان انا شفته قبل كده. ايه هو الواد اللي عورت؟ انا شفته فين بس يا ربي؟ شفته يا بنت. تعالي كده ولا كده، عايز اشوف فيلم. مش كفايه طويله زي امك؟ لا يابا، ده انت اللي قصير. اتفرج يابا اتفرج. مالك يا بنت؟ في ايه؟ الله ينكد عليك. البنت ليلى ماشيه مع واحد في الحاره وحاط ايده على كتفها، بنت ماشيه عيني عينك كده. يعني هي ماشيه كده في الحاره مبسوطه فرحانه مهمومه، في ايه يعني؟ مش اصفر زي اللي مولى. كلش البنت متثبته وانا زي الغبيه مش واخده بالي. يا نهار اسود، ده هتفضل نايم على جنبك كده زي اللي جوزها مغضبها وتقوم كده وتفرفش؟ لو سمحت يا كمال سيبيني في حالي، انا مش طايق روحي. يا اخويا كلها يومين ويرجع لها عقلها، تبقاش خفيف كده يا ستي. بقى الله ما تعمليش كده، اقسم بالله اسيب البيت وما ارجعش تاني. طيب افتحي يا خالتي افتحي. استني العين يا خالتي. ليلى واحد ثبتها في الشارع وخد اسلم حل ان احنا نبلغ البوليس. لو بلغنا البوليس مش هنعرف لها طريق جره. هنعمل ايه طيب دلوقتي يا خالتي؟ ربنا يخيب ظني يا ليلى وما تكونش اتثبتي، ربنا يسترها عليك يا بنتي. الو، ايوه مين؟ ليلى هتكلم. استني يا خالتي، هي ليلى. انت اتثبتي يا ليلى صح؟ اتثبتي يا خالتي. ايوه انا عند امك. مستر لي. امال مستر لي ومال الموضوع ده بس يا ليلى؟ ماشي يا اختي، سلام. على السلامة يا ام. انتي تكلمها ليه؟ هي طالعة رحلة يا خالتي. المهم دلوقتي هي عايزانا نقول لمستر ليل ان هي عند حمادة تيتي باسم مراته. تيتي؟ مال مستر ليل ومال الكلام ده؟ ومال مدام انجي والحاجات دي؟ انت هتميل كل حاجة. ما تقوم خلينا نروح له. مستر ليل ساب فيلته وقاعد عند اخته. طب يلا قوم اتنفض، غير هدومك، خلينا نروح له. حاضر حاضر، بالراحة بس بالراحة. تيتي